بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية 2024 والتي تتضمن أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية ورموزهم الانتخابية والمقرر إجراؤها الشهر القادم، وبعد تحديد رمز النجمة للسيد عبد الفتاح السيسي المرشح الرئاسي، عقدت اليوم حملته الرسمية مؤتمرها الصحفي الثاني للإعلان عن تفاصيل الحملة. من أول 8 أكتوبر حتى 8 نوفمبر عقدنا 75 لقاء، منهم 3 زيارات خارجية التقينا فيها ب 203 جهة تمثل مؤسسات واتحادات ونقابات من أيديولوجيات واتجاهات مختلفة، واستقبلنا 1600 زائر بمقر الحملة. في لقائنا مثلا في الأحزاب السياسية كانت جوهر رسائلنا في هذه اللقاءات التأكيد على تنسيق الجهود وعدم الاكتفاء بالدعاية التقليدية من لافتات وورقيات، بل تقديم توعية حقيقية للمواطنين وضرورة حثهم على ممارسة حقوقهم السياسية والذهاب إلى صناديق الاقتراع. أعلن لحضراتكم أنه صدر لنا توجيه واضح من مرشحنا الرئاسي بأنه نظرا للظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد، وخصوصا في ظل تطورات القضية الفلسطينية، فقد تقرر تسخير كافة الإمكانيات والجهود وتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية للحملة الرسمية إلى حدودها الدنيا خدمة للقضية الفلسطينية. وفي هذا الصدد تدعو الحملة جميع الأحزاب والجهات المؤيدة بالتبرع إلى حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية وعلى رأسها مؤسسة حياة كريمة، وهو ما سيتم توجيهه لتكثيف المساعدات الإنسانية المقدمة لإغاثة أهالي قطاع غزة، ونطلب منهم مشكورين أن يقوموا بإخطارنا بهذه التبرعات. وسوف تقوم الحملة في يوم السبت المقبل بعرض إدارة نشاط الحملة وخطتها التنفيذية على صفحتها الرسمية. فيما استقبلت الحملة أسئلة الصحفيين والرد عليها، وتم التنويه عن مؤتمر صحفي قادم للإعلان عن تفاصيل الحملة الانتخابية للسيد عبد الفتاح السيسي المرشح الرئاسي. عمرو أبو جبل، ETC.